تو توبكس جداد، حاجه اسمها بالك فورمينج وحاجه اسمها كاستنج. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الاول ان احنا عموما في مانيفاكتشرنج بروسيسز، لو انا عايز اصنع حاجه معينه، سوري مش كاستنج، احنا بالك فورمينج و ويلدنج. تمام معلش، احنا لما عموما بنعمل اي يعني مانيفاكتشرنج بروسيس، لو انا بصنع بارت معين او بصنع برودكت، فانا بشتغل على تو ستيبس. حاجه اسمها بارت مانيفاكتشرنج، ان انا بصنع وان بارت يكون لوحده، بعد كده ببتدي اعمل لها اسامبلي او تجميع، لان اكيد مثلا لو انا عايز اصنع قلم، مش هصنع القلم كله حته واحده، انا هصنع الكفر الشفاف اللي بره، وهصنع التيوب بتاعت الحبر لوحدها، والتيب المتل لوحدها، والكوره لوحدها، والكلام ده كله. وبعد كده ابتدي اعمل البروسيس بتاعت الاسامبلي، ان انا اجمع كل البارتس دي مع بعضها. فاحنا عشان كده بنقسمها للتقسيمتين دول. بالنسبه للبارت مانيفاكتشرنج، اشهر 3 بروسيسز المفروض ان احنا بنشتغل عليهم هم الكاستنج والفورمينج والماشينينج. دول الثري مين بروسيسز اللي انا بستخدمه. خدنا احنا الكاستنج ده، باشمهندس، اتفضل. هو مفيش شير سكرين أو حاجة؟ لسه بدي انترودكشن، بعد كده هشير سكرين. أوكي. لينا برضه نبدا ريكوردينج. طيب اول حاجه عندنا اللي هي الكاستنج، ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، او يعني المرات اللي فاتت كمان اشتغلنا على الكاستنج. طب الكاستنج ايه اللي بيميزه از مانيفاكتشرنج بروسيس؟ ايه الحاجه اللي لما اشوفها بعيني اعرف ان ده كاستنج؟ المولتن ميتال. طالما البروسيس بتاعت المانيفاكتشرنج انفولفز مولتن ميتال، معدن سايح، انا خدت المعدن وسيحته، يبقى انا بالنسبه لي ده اسمه كاستنج. طيب احنا النهارده هناخد تاني نوع من انواع المانيفاكتشرنج اللي هو اسمه الفورمينج. الفورمينج بنسميه بالعربي التشكيل. نشوف دلوقتي السلايدز دي حالا. فورمينج احنا بنسميها بالعربي التشكيل. طب التشكيل ده ايه بقى البروسيس، او ايه الحاجه اللي بتميز الفورمينج؟ قال لك اهم حاجه لازم تكون في اعتبارنا واحنا بندرس الفورمينج، ان احنا عندنا فيكسد فوليوم. انا اي حاجه عشان تدخل يتعمل لها فورمينج، شوف الانبوت بتاع الفوليوم اللي دخل عامل ازاي، هتطلع نفس الفوليوم بالظبط. ممكن هيطلع لك اكيد شكل مختلف، الدايمنشنز مختلفه، لكن في الاخر لازم هيحافظ على الفوليوم، هو مش بيهدر اي متل وهو بيعمل فورمينج. فدي الحاجه اللي بتميز البروسيس بتاعت الفورمينج عن اي بروسيس تاني. تعالوا نشوف كده ايه نوع البروسيسز. احنا خدنا برضو مره فاتت الشيت ميتال ورك بانواع مختلفه، شيرنج وبندنج وديب دروينج والكلام ده برضه ستيل اسمه فورمينج، بس احنا صنفناه للشيت ميتال، لان الشيت ميتال زي ما قلنا برضه ان هو ليه ثيكنس قليله، فبالتالي بيبقى التعامل معاه اسهل، فليه بروسيسز مختلفه شويه. لكن هنا بقى احنا بنتكلم في البلك، بنتكلم في بلوكات من الميتال كبيره، ثيكنس اكبر من 10 مللي. دي بنعمل معاها ايه؟ عندي حاجه اسمها رولينج، فورجينج، اكسترودجن، وواير دروينج. هنشوف دلوقتي كل واحدة من دول عبارة عن ايه. اهو بالنسبة للرولينج بنسميها درفلة، هي كل فكرتها او كل الهدف منها ان هي تقلل لي الثيكنس بتاعت اي جزء، اي بلك عايز اقلل الثيكنس بتاعته شوية او احوله لشيت. فكرته زي البتاعة بتاعت العجين اللي هي موجودة في المطبخ، اللي بيفردوا بيها العجين. هما تو سيلندرز، بنسمي كل سيلندر من دول رول، وفي ناس بتسميها رولر، والاتنين فوق بعض وبيلفوا عكس اتجاه بعض زي ما احنا شايفين، واحده بتلف كلوك وايز وواحده بتلف كاونتر كلوك وايز، وبسيب جاب ما بين التو سيلندرز دول على قد الثيكنس اللي انا عايز اطلعه في الاوتبوت.
فخلاص لما بدخل الشيت او بليت او ستريب او ايا كان من الناحيه دي من الشمال لليمين، بيخش على الرولز دي تبقى فيري هارد، هاردنس عاليه جدا، فبتضغط المتل بتاعي لحد لما تقلل الثيكنس وتطلعه بالثيكنس اللي انا عايزه من الناحيه التانيه، وده اللي احنا بنسميه. اتفضلي. أنا آسفة بس حضرتك مش فاتح السلايد، مش ايه؟ حضرتك مش فاتح ازاي؟ أو كده. تمام كده، لسه جاي دلوقتي. طب استنى. خلاص كده، ايوه كده باينه؟ أو كده تمام. تمام. طب اعيد تاني بقى، او اعيد تاني موضوع الرولينج، معلش بقى حصل، بس انا اسف يعني غالبا حاجه تكنيكال بروبلم في الانترنت. طيب anyways نرجع تاني نقول تاني الرولينج. احنا قلنا الرولينج الهدف منه ان انا عايز اقلل الثيكنس بتاعه بارت معين، بالك او شيت او بليت او ايا كان، فبجيب تو رولرز او تو رولز تو سيلندرز فيري هارد فوق بعض زي ما احنا شايفين اهو، وفي ما بينهم جاب ديستنس. الجاب ديستنس دي او المسافه اللي ما بينهم هي الثيكنس اللي انا عايز اطلع الاوتبوت بيها. فبدخل البارت بتاعي من الناحيه دي اهو من الشمال، والاثنين رولرز دول بيلفوا عكس بعض، بحيث ان انا لو دخلت البارت من الناحيه دي هيتسحب من التو رولرز دول ويضغطه بسبب ان هو التو رولرز دول فيري هارد، ويطلعوا لي من الناحيه الثانيه بثيكنس اللي انا عايزها على حسب الجاب ديستنس اللي انا سبتها. فدي اللي احنا بنسميها الفلات رولينج، لانها بتطلع لي فلات سكشنز كلها اشكال مستطيله طويله زي ما احنا شايفين كده فلات، عكس السكشن رولينج. السكشن رولينج هو واخد نفس نظريه الرولينج بالظبط، بس لا انا مش عايز اطلع فلات سيرفيس وخلاص، انا عايز اطلع شكل معين، اي سكشن مثلا زي بتاع اللي بيستخدموه في البناء اهو، ده اي سكشن. فبعمل ايه؟ بدل بقى ما بحط اتنين بس، انا عندي هو اربعة رولرز بالمنظر ده، بحيث برضو بدخل البارت من الناحية دي يدخل على الاربعة رولرز دول يتشكل وياخد الشكل ايه الاي سكشن، ويطلع لي من الناحيه التانيه جاهز على طول بنفس النظريه. كل السلندرز دي بتلف طبعا، كل اتنين قصاد بعض بيلفوا عكس بعض بحيث ان هم يسحبوا البارت دي، بنسميها طرفه. لو دي اكزامبلز لسكشنز انا ممكن اطلعها بالسكشن رول. تمام. في اي مشكله في البروسيس بتاعه الرولينج؟ حد عنده سؤال فيها؟ تمام كويس جدا. طيب نيجي بعد كده لتاني بروسيس اللي هي اسمها الفورجينج. الفورجينج دي من اقدم البروسيسز اللي موجودة، ودي بدايتها خالص كانت من عند الحداد لما كان بيبتدي ان هو يجيب حتة شاكوش او هامر كبير شوية ويبتدي يدق على الحديد عشان يشكله، وده اللي احنا بنسميه الاوبن داي فورجينج، سواء اتعمل بالايد او بمكنة ففي الاخر هو نفس الفكرة بالظبط. ان انا بجيب مثلا اجيب على ترابيزه كده عاديه خالص واحط عليها البلك بتاع المتل وابتدي ان انا ادق عليه، فطول ما انا بدق يبتدي يتشكل بالشكل اللي انا عايزه على حسب المكان اللي انا دقيت عليه، لكن في الاخر الترابيزه مثلا اللي انا حطيت عليها الحاجه ما ساهمتش في تشكيل الفاينل ايه برودكت بتاعي. وممكن الفورجنج يتعمل حاجه ريسبروكيتنج، يعني حاجه عماله طالعه نازله عليه كده عماله تدق فيه خبطه ورا الثانيه ورا الثالثه، وممكن ان هو يبقى ببريشر ثابت، لا ده انا بدل ما انا عمال ادق لا ده انا باجي بحاجه تقيله وانزل عليها افضل اضغط 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 لحد ما تتشكل باللي انا عايزه، بعدين اضغط جنبها وهكذا. فيا اما تبقى ريسيبروكيتنج حاجه طالعه نازله عماله ادق، يا اما تبقى نازله كونتينوس. ومن الاكزامبلز بتاعتها اللي احنا بنسميه الابسيتنج. الابسيتنج ان انا عندي سيلندر طويلة اهي زي ما احنا شايفين، وانا عايز
أثرها، وطبعا في مقابل كده زي ما قلنا إن إحنا دايما عندنا الفوليوم ثابت، فهبقى بزود في الدايمتر. فإحنا أهو آدي عندي الناحيتين بتوع الدايت مفتوحين، مش واخدين أي شكل أي حاجة، هما تو سيرفيسز فلات، ونزلت بكونتينيوس بريشر من فوق، فضل يضغط في السلندر دي لحد ما ابتدى يأثر طول، وبالتالي بيزود الدايمتر. بس لو خدنا بالنا في الاب سيتنج في بروبرتي مهمه قوي بتحصل اللي هي اسمها الباريلينج. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي المشكله ان انا السطح ده التحتاني خالص من السلندر ان كونتاكت مع الداي اللي تحت، والسطح اللي فوق خالص من السلندر ان كونتاكت مع الداي اللي فوق. فطول ما هي ان كونتاكت معاها ما بتعرفش تكبر الدايمتر بتاعها، لان هي شبه لازقه بسبب الضغط، كانها لازقه في الداي، فمش عارفه تكبر. فهتلاقي بيحصل ايه؟ بتكبر اكتر حاجه من النص، وبيفضل الكوبري ده يقل 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 لحد تحت، فتاخد شكل البارل كده كانها اتكورت. فده اللي احنا بنسميه الابسيتنج. والكاجينج هي نفس الفكره، بس بعملها لايه؟ لفلات سيرفيس بقى، مش بعملها لسلندريكال سيرفيس، او مش بعملها لسلندر طويله وباثرها، لا ده اي شكل عموما، وانا بعمل له ديفورميشن زي ما انا شايف. برضو بفضل ادق او انزل ببريشر في اي مكان انا عايزه لحد ما اطلع الشكل اللي انا عايزه. عكس الكلوز داي فورجنج، يفرق في ايه بقى الكلوز داي فورجنج عن الاوبن داي؟ لا انا لا ده انا الداي نفسها واخد الشكل اللي انا عايز اشكل عليه الماتيريال، فلما اضغط ادي البريشر بتاعي المتال يبتدي يملى الداي بالشكل اللي انا عايزه، فيطلع لي شكل مختلف زي ده اهو. لا ده انا عندي اهو رحت عامل شكل معين بالمنظر ده، تمام. فلما اضغط تلاقي المتال اهو ابتدى ينتشر لحد ما يضغط ويملى شكل القالب اللي انا عامله بالظبط، او شكل الداي اللي انا عامله، فيطلع لي في الاخر الفاينل برودكت اللي هي. بس في حاجه مهمه جدا محتاجين نكون واخدين بالنا منها في الكلوز داي فورجنج بالذات، هو انا كان هدفي من البروسيس اللي احنا شايفينها في الصوره هنا، كان هدفي ان انا اطلع حاجه شكلها عامل ازاي؟ كان هدفي اطلع حاجه شكلها عامل زي الجزء اللي في النص ده. طب انا كنت محتاج الجزئين الصغيرين اللي طالعين من اليمين والشمال هنا؟ لا ما انا ما كنتش محتاجهم، بس هم طلعوا لي غصب. ليه بعملهم غصب؟ خد بالك بقى وركز في النقطة دي شوية. تعالى نتخيل إن أنا عملت الداي بالمنظر ده وجبت بلوك من الميتال وقررت أضغط. تعالى نبص على الفوليوم، أنا محتاج الفوليوم بتاع الميتال اللي أنا هضغطه يكون بالظبط قد الكافيتي اللي عاملاها المولد اللي أنا عامله، صح؟ عشان خاطر أقدر آخد نفس الشكل بالظبط. طب حد ضامن ان ده يحصل؟ يعني احنا ضامنين ومتاكدين 100% ان انا هحسب الفوليوم مظبوط بالظبط؟ لا طبعا. طب انا لو حطيت اقل هتبقى مشكله، لان انا لو حطيت اقل خلاص ساعتها المتر مش هيبقى كفايه ان هو يملا الكافيتي بتاعت الداي كلها، فبالتالي مش هيطلع لي الشكل اللي انا عايزه مظبوط. طب يبقى الحل ايه؟ ان انا ابقى دايما بامن نفسي وبزود شويه في الفوليوم بتاع المتر اللي انا مدخله في الكلوز دايفورجن. طيب فانا لو ضغطت الاثنين في بعض لازم يبقى دايما بقى في جاب ديستنس ما بين التو دايز لما يقفلوا، ما ينفعش التو دايز يقفلوا على بعض 100%. ليه؟ لان الزياده اللي في المتل هتبتدي تخرج، نقدر نقول بالبلدي هتبص من الجناب فتطلع في الجابس دي، وبعد كده بعد ما اطلع الكارت بقطع الاجزاء الزياده دي واخلص منها وخلاص. بس ده احسن لي من ان انا كان يبقى عندي الفوليوم بتاع المتال اقل من اللي انا عايزه، تمام كده اهو. وده اللي احنا بنسميه زي ما احنا شايفين اهي، بنسميها بس مكتوبه بخط صغير شويه، بس هو الاجزاء اللي بتطلع من الجناب دي احنا بنسميها فلاش، تمام. في مشكلة في البروسيس بتاعة الفورجينج كده سواء اوبن داي او كلوز داي؟ حد عنده سؤال في الموضوع ده؟ معلش ممكن الاوبن داي بسرعة تاني؟ تمام، انت فهمت الكلوز داي؟ طيب اه ان هو بيضغط عليها وخلاص عشان يشكلها.
بالظبط، بس الفرق في ايه؟ ان الكلوز داي هو بيشكلها بالشكل اللي هو عامله للداي نفسها، يعني الداي نفسها هي اللي واخده شكل معين فبجبر المتل انه يتشكل بيه. فرق بس ان الاوبن داي لا، ده انا اساسا الداي مش واخده اي شكل زي ما انت شايف، دي فلات خالص، بتنزل تضغط وخلاص او تنزل تخبط وتطلع وخلاص، وانا بقى على حسب ما بوجه الرو ماتيريال جوه هيطلع لي الشكل. ما اعرفش حد شاف المنظر ده قبل كده ولا لا. لو انا مثلا اقدر استفيد او تعالوا نفكر في حاجه مثلا في الفرق بين الاوبن داي والكلوز داي فورجنج. لو انا عندي شكل السكشن بتاعه مربع، اقول دايره، عندنا شكل السيلندر كويس، فالكروس سكشن بتاعه دايره، وانا عايز احوله لان الكروس سكشن بتاعه بدل ما كان دايره لا ده بقى مربع، تمام. خليني بقى طيب ارسم لكم الحته دي برضو، يمكن ده يبين شويه الفرق. خلاص استنى. تمام، وانا عايز احوله يا فندم. مش لازم زهرة. الحاجة مش ظاهرة. طيب استنى. كده كده ظهرت. اه تمام. تمام، فكنت بقول هنا بقى ان انا عندي ادي شكل الكروس سكشن بتاعه سيركل، تمام، سيلندر، يعني تخيلوها هي سيلندر طويله كده والكروس سكشن بتاعها دايره، وانا عايز اخليها مربع. اعملها ازاي في الحالتين، في حاله الاوبن داي فورجنج والكلوز داي فورجنج؟ في حالة الاوبن داي فورجنج احنا اتفقنا الداي بتطلع وتنزل سواء كانت بتضغط او بتخبط بس، وهي فلات تماما. فهقوم اعمل ايه؟ هقوم اجيب، لو انا في حالة الاوبن داي فورجنج اجيب ادي الدايرة ايه؟ وانزل عليها بالبليت كده، داي من تحت وداي من فوق ثابتين، وهضغط فيحصل ايه؟ تلاقي الجزء ده ابتدى يتبطط من هنا وابتدى يتبطط من هنا، بس الجنبين لسه مدورين. اقوم لافف السلندر كلها 90 ديجريز واقوم نازل عليها تاني بالداي، فتبتدي ان هي تضغط بقى عليها تعمل لي فلاتنينج للتو سيرفيسز التانيين، يبقى انا كده طلعت شكل المربع ده في حاله لو انا اشتغلتها اوبن داي فورجنج. طب لو اشتغلتها كلوز داي فورجنج هعمل ايه؟ لا ده انا الداي نفسها قلنا بتاخد شكل الفاين، فانا اساسا من الاول هبقى مصنع الداي ان هي عامله كده، والناحيه التانيه نفس الحكايه، بحيث ان انا لما هضغط هحط بقى الجزء السيلندر دي في النص كده ما بينهم، فلما هضغط هتقوم تعمل هي الديفورميشن وتطلعهولي مربع على خطوة واحدة على طول، مش هتحتاج ان انا ايه استنى خطوتين. تمام، وصلت كده الفرق بين الاوبن داي والكلوز داي فورجنج ولا لسه ما فهمتهاش؟ تمام فهمت حضرتك. اكيد. تمام. طيب ماشي. طيب اتفضل. هو الاثنين بيستخدموا continuous pressure؟ ممكن continuous pressure وممكن يبقى تخبيط طالع نازل، ممكن كده وممكن كده، على حسب نوع المتل وعلى حسب الشكل اللي انا عايزه والكلام ده كله. هو حضرتك قلت ايه هو الكوجينج؟
الكوتشنج بس ان انا بشتغل على شكل عادي، يعني اللي انا عملته دلوقتي ده على السيلندر المدوره دي ده اسمه كوتشنج بس مش اب سيتنج. يعني مش فاهمة الفرق برضو ما بين الابسيتنج والكوتشنج. الاب سيتنج ده بروسيس مخصوص وظيفتها ان هي تجيب السيلندر تجيبها طولها، ان انا اثر طول السيلندر بس دي اسمها اب سيتنج. لكن وبتكتب لو انا سيلندر بعمل اوبن ده فورجنج لحاجه تانية هسميها كوجي. ماشي اوكي. تمام. طيب مين تاني عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام كويس. نفس الكلام ده، او يعني زي ما قلنا ان البروسيس بتاعت الفورجينج من اقدم البروسيسز وكانت بتتعمل من زمان يدوي ستيل موجوده، ده اللي احنا بنسميه الانفل اللي هو بيسموه بالعربي السندان، وده اللي احنا بنحط عليه البارت عشان خاطر نبتدي ان احنا ندق عليه ونطلع الشكل اللي احنا عايزينه. فهو بس مجرد بلوك تقيل يقدر ان هو ايه يصد معايا وانا بدق. الهامر بقى لو شاكوش بدق بيه، تونج لو انا مثلا همسك حاجه بايدي درجه حرارتها عاليه ولا حاجه فعايز امسكها وانا بدق عليها فاقدر امسكها بالتونج دي كانها ملقط. سويج دي حاجه يعني بدائيه شبه الكلوز داي فورجنج لو خدتوا بالكم، كانها شاكوش وقاعدة بس الفرق ان هو بيبقى واخد شكل كروس سكشن معين فاقدر ان انا اعمل الديفورميشن اللي انا عايزه. بلاتر ده شبه الاوبن داي فورجنج شويه بحيث ان هو يبطط لي السيرفيس او ينفع برضه بديل للرولينج. فيعني دي شويه تولز كده بقدر استخدمها بايدي بحيث ان هي تطلع لي الاشكال اللي انا عايزها في الفورجنج. تمام. في مشكله في موضوع الفورجنج؟ تمام كويس أوي. نيجي بعد كده للبروسيس الثانية أو الثالثة، سوري بقى احنا قلنا رولينج وقلنا فورجنج، ثالث بروسيس اللي هي اسمها الاكستروجن. الاكستروجن أنا بستخدمها عشان أطلع سيكشنز طويلة، خدنا الكلام ده في الماتيريالز لما درسنا البوليمرز وخدنا إن احنا بنصنعها بالاكستروجن. نفس فكرة الاكستروجن اللي أنا بعملها في الماتيريالز بعملها في البوليمرز، بعملها في الميتالز في مكنة اكستروجن برضو، بس بيبقى الميتال في السوليد ستيت ما بيبقاش متعجن ولا حاجة ولا سايح، هو بس بيبقى ممكن اعمله كولد وممكن ان انا احتاج بس اسخنه لدرجة حرارة مش عالية قوي، يعني مش قريبة حتى من الميلتنج، احنا بنتكلم في تقريبا نص الميلتنج تمبرتشر مثلا، وابتدي ان انا اديها بريشر او فورس من ورا عن طريق بيستون تزق الميتال فيعدي من داي انا مصنعها ان هي تبقى واخده شكل معين فيطلع لي من الناحيه الثانيه الكروس سكشن اللي انا عايزه اهو بالمنظر ده. البني ده هو الميتال بتاعي وهنا الجزء ده هو المولد اللي انا عامله، انا عايز اطلع شكل الاوتبوت يبقى بالمنظر ده، فبزق بالبيستن من ورا فورس عاليه فيضغط الميتال فيضطر يتعسر ويخرج من الناحيه دي من المولد بالكروس سكشن اللي انا عايزه، بيطلع لي كروس سكشنز طبعا ايه طويله ما بيطلعش حاجات صغيره. تاني نوع اسمه اندايركت. بص الاختلاف هنا، الدايركت انا بزق من ورا بيطلع لي من قدام البارت اللي انا عايزه، لا انما هنا بقى ده انا بزق من الناحيه دي من الشمال لليمين وبطلع من نفس الناحيه المد، احطه جوه كونتينر فلما بزق من النص بحاجه رفيعه فطبعا الميتال عايز يخرج من الكونتينر فمش هيلاقي مكان يخرج منه غير من حوالين الرام دي او البيستن اللي بيزق، فبقى انا عندي المسافه ما بين الداي دي وما بين الكونتينر شكلها هو اللي هيخرج لي الماتيريال بتاعتي، ودايما بنسمي الميتال ده بنسميه بيلت، الميتال اللي بيبقى موجود جوه الاكستروجن بروسيس بنسميه بيلت. وتالت نوع اسمه امباكت، ده ان انا بقوم
جايب داي ومنزل عليها مره واحده بسرعه عاليه امباكت برضو يعني صدمه، يعني بنزل اخبط خبطه واحده بالبانش كده. سوري بعلم دي بس. anyways تبتدي ان هي يحصل لها ديفورميشن بالشكل اللي احنا ايه شايفينه هنا ده، فتطلع كانها كوبايه او كده. بس دي بتنفع طبعا مع الثيكنسز القليله، ما بتنفعش مع الثيكنسز الكبيره. فده الفرق بين الدايركت والاندايركت والامباكت اكستروجن. وفي الاخر الدايركت والاندايركت بستخدمها عشان تطلع سكشنز طويله، لكن الامباكت بطلع بيها اجزاء صغيره. تمام؟ مين عنده سؤال في الموضوع الاكستروجن؟ تمام حلو جدا. دي اكزامبلز للسكشنز اللي انا ممكن اطلعها بالاكستروجن، كلها سكشنز طويله زي الحاجات اللي بتركب حتى في الالوميتال بتاع الشبابيك والكلام ده كله. كل الحاجات دي بتتصنع بالاكستروجن. ده كان بالنسبه لي الاكستروجن. نيجي بعد كده للواير دروينج. الواير دروينج هو نفس فكرة الاكستروجن شوية، فكرة ان انا عندي داي وعايز اخرج منها المثل بشكل الداي دي بحيث ان هي تطلع لي سكشنز طويلة بالمنظر اللي انا عايزه. تمام؟ بس ايه الفرق بقى ما بين الاكستروجن والواير دروينج؟ الفرق في حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا الاكستروجن بطلع بيها اشكال زي ما انتم شايفين كبيرة، كروس سكشنز كبيرة كده شوية بتاع. الواير دروينج لا، ده انا بطلع منه كروس سكشن رفيع خالص، واير سلك، فحاجات دايمترز او كروس سكشنز صغيره جدا. الحاجه الثانيه ان انا بدل ما بزق من ورا برام زي ما شفنا في الدايركت اكستروجن، لا ده انا باجي بالناحيه الثانيه وبشد اهي. يعني انا لا ده انا مش هزق من الناحيه دي، مش هزق الورك بيس من الناحيه دي عشان تخرج من الناحيه الثانيه، لا ده انا هشد الطرف اللي من الناحيه دي الواير الرفيع اللي انا عايز اوبت، افضل اشد فيه فيطلع لي منه بكميات كبيره اهو. ولما بيعملوا منه واير بقى خلاص بتقدر تبقى بروسس كامله، تبقى حتى معموله على كذا ستيب، بيبقى فيه بلوكس كده بحيث ان هي تجمع السلك ده، يعني تعدي على الستيب الاولانيه يحصل لها شويه تصغر الدايمتر بتاعها شويه وتتجمع هنا في بكره، بعد كده تطلع تاني تخش على داي جديده تصغر الدايمتر اكتر، وبعد كده تيجي بكره مثلا النهائيه تلم لي بقى الكلام ده، يبقى انا كده طلعت بكره سيرك. ودي عامه الطريقه اللي بيعملوا بيها بكر الاسلاك، هي بالواير دروينج ده بتطلع على طول بقى بروسس ولا بعضها، تتلم في بكر وتتباع على طول. تمام كده؟ في اي مشكله موضوع الواير دروينج؟ معلش ممكن بس انت تسألي عشان انا مش فيش صوت عندي خالص. بسأل بقول ان انا مش مشكلة، ممكن لو اقول تاني او اقول بطريقة تانية او حاجة؟ لا ممكن تعلي صوتك شوية. او بقول ان انا الواير دروينج مش مجمعه الفكره قوي، فممكن اعيدها تاني بس؟ الواير دروينج محتاجه انا اعيده؟ لو ينفع. مفيش مشكله، انا بس كل ده ما كنتش سامع. ماشي اعيد لك الواير دروينج. هي الفكره كلها اللي هو نفس فكره زي ما قلت ان هو نفس فكره الاكستروجن. يعني لو شفت الرسمه دي وفكرت فيها في البروسس بتاعت الاكستروجن هنقول ان احنا بنعمل ايه؟ عايزين نطلع هنا سكشنز طويله برضه تعدي من الداي دي، هجيب رام او بيستون حاجه من الناحيه دي تزق من الشمال لليمين فيضغط ويطلع لي من الداي ايه الناحيه الثانيه كروس سكشن اللي انا عايزه. لا الفرق بقى ان الواير دروينج ان انا بشد اصلا من اليمين، انا مش بزق من الشمال لليمين، لا ده انا بشد من اليمين اشدها عليا. تمام؟ فتفضل تطلع بالشكل الكونتينيوس اللي انا عايزه. ودي بستخدمها بس عشان اطلع وايرز حاجات بديامتر او كروس سكشنال اريا قليله رفيعه، فدي اللي عشان كده بقدر ان انا اشدها من الناحيه دي تفضل تطلع لي شكل كونتينوس. بس دي اللي بستخدمها للبروسس بتاعت الواير دروينج اللي بعمل بيها بكر الاسلاك. تمام؟ وصلتك ولا محتاج اعيد لك حاجه او ايه اللي مش فاهماه؟ لا تمام اكيد. تمام
طيب مين تاني عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام، ده كده كان بالنسبة لي الجزء الأولاني اللي هو بتاع الفورمينج. ناخد كده نفس عميق كده لمدة دقيقة، وبعدين نبتدي في الجزء الثاني أو النص الثاني من التوتوريال. احنا اتكلمنا في الأول خالص عن إن أنا بعمل حاجة اسمها بارت مانيفاكتشرنج، والجزء الثاني اسامبلي، ان انا بقى بجمع البارتس دي في بعضها. الويلدنج هو من انواع الاسامبلي، ده انا خلاص عندي كذا بارت، اكتر من بارت وعايز اجمع. الفكره كلها ان الويلدنج اللي هو اللحام معناه ان انا عندي تو بارتس عايز اجمعهم مع بعض. يعني ايه اجمعهم مع بعض؟ يعني اخليهم يتصرفوا كانهم بارت واحد، اخليهم يتصرفوا كانهم جزء واحد مع بعض. تمام. طيب الفكرة الأساسية إن أنا بحتاج حاجتين عشان أحقق الويلد، يا إما محتاج هيت وبريشر، حرارة وضغط، بحيث إن أنا أضغط الحاجتين في بعض ومع درجة الحرارة يبقوا تراي شوية فيخليهم يضغطوا في بعض جامد، فبالتالي يمسكوا في بعض بشكل كويس، يا إما أعمل حاجة اسمها فيوجن ويلدنج، إن أنا أطلع أنا عندي جزئين عايز ألحمهم في بعض، فهعمل إيه؟ هقوم مسخن الطرفين بتوع التو بارتس لحد ما يسيحوا خالص، فلما يسيحوا يحصل لهم ميكسينج مع بعض، واسيبهم يحصل لهم سوليديفيكيشن فيجمدوا ويطلعوا معايا كأنهم حاجة واحدة بس. تمام؟ طيب في الموضوع ده بقى عندي كذا نوع، في سولدرنج والبريزنج اللي احنا خدناها في الشيت ميتال، وده بقى انا ما بسيحش الطرفين، لا ده انا بجيب ماتيريال تالتة وهي بس اللي سيحها وتمسك الاتنين في بعض، وعشان كده دي حاجة خاصة بالشيت ميتال، لان الشيت ميتال مش هيقدر يستحمل ان انا سيح الطرفين بتوعه والا هيحصل له ديفورميشن بما انه رفيع جدا. فيوجن ويلدنج اللي احنا اتكلمنا عنه، والريزيستنس ويلدنج اللي هو قايم على السوليد ستيت ويلدنج اللي قلنا ان هو محتاج تمبرتشر. محتاج تجيب السلايد؟ ممكن ايه؟ محتاج اوكي. هو ما اوكي. طيب كده تمام؟ تمام. طيب نبدا نشوف بقى الفيوج. احنا السولدرنج والبريزنج خلاص اتكلمنا عنه في الشيت مثلا، فمش محتاجين ندخل فيه تاني. عندنا بقى الفيوجن ويلدنج، عندنا حاجه اسمها اوكسي اسيتيلين ويلدنج والكتريك ارك ويلدنج، والريزيستنس ويلدنج عندنا سبوت ويلدنج وسيم ويلدنج. السولدرنج والبريزنج قلنا دول خلاص. ونفتكر طب سريعا برضو تاني بما اننا فتحناها جاست ان كيس، الالوي اللي انا بستخدمه في السولدرنج بيكون تين، لكن في البريزنج بيكون كوبر. التمبرتشر في السولدرنج اعلى من 450 ديجري سيلسيوس، البريزنج اكتر، السترينث البريزنج طبعا اقوى من السولدرنج. طيب تعال نشوف بقى الاوكسي اسيتيلين ويلدنج او الجاس ويلدنج، انا عايز اطلع درجه حراره عاليه عشان اسيح الطرفين. طب هعملها ازاي؟ هعملها بان انا اطلع نار. طب اطلع نار بان انا عندي تو سيلندرز، اسطوانتين زي ما احنا شايفين، واحده فيها اكسجين وواحده فيها اسيتيلين. الاسيتيلين هو كانه فيول او وقود، هو الحاجه اللي بتتحرق، والاكسجين هي اللي تغذي النار، فالاثنين يطلعوا من خراطيم من السلندرز يتجمعوا هنا في التورش اللي هو التيب بتاعت اللحام، فلما يتجمعوا ويبقى في شراره في الاول يطلع لي نار كبيره طالعه من التورش، هي دي اللي انا ببتدي ان انا اسيح بيها الطرفين، وممكن اجيب برضو فيلر ميتال زياده بحيث ان انا اسيحه ويمسك كله في بعضه، واعمل عمليه الويلدنج بتاعتي زي ما بتشوفوا ايه شغال. فانا بيبقى عندي دايما تو سيلندرز، واحده اكسجين وواحده اسيتيلين. النار بقى اللي بتطلع دي عندي منها ثلاث انواع، عندي حاجه اسمها نيوترال فليم واوكسيدايزنج فليم وريديوسنج فليم، على حسب ايه؟
على حسب انا دلوقتي بطلع الاكسجين لوحده والاسيتيلين لوحده، وبقدر اتحكم في الفلو ريت بتاع الاكسجين لوحده والاسيتيلين لوحده. لو انا طلعت اكسجين قد الاسيتيلين بيطلع لي حاجه اسمها النيوترال فليم، ودي بستخدمها مع معظم انواع الستيل. تمام. طيب نيجي بعد كده عندي الريديوسنج فليم. انا ساعات بيبقى عندي مشكله مع الحديد مثلا بالذات الستيل، ان هو بيبقى شره قوي للاكسجين، بيحب ان هو يتفاعل مع الاكسجين. فانا اساسا ببقى دايما بحاول احميه من الاكسجين اللي في الجو. فلو انا كمان هلحمه بكميه اكسجين كبيره، لا ده انا كده هضره وهكون صدى كتير اللي هو الفيروس اوكسايد. طب ايه الحل؟ فيبقى لا، بنطلع الفليم ان احنا نزود في الاسيتيلين ونقلل في الاكسجين. ده بيقلل شويه من التمبريتشر بتاعت الفليم، بس في نفس الوقت بقى مناسب ان انا الحم بيه ستيل من غير ما اضره. طب الاوكسيدايزنج فليم؟ لا ده عكس الريديوسنج فليم، ده انا مزود في الاكسجين ومقلل في الاسيتيلين. طب ينفع ان انا استخدمه مع الستيل عادي؟ لا طبعا. طب امال بستخدمه مع ايه؟ بستخدمه في حاجتين، يا اما مع نان فيرس الويز، من الالويز او من الميتالز اللي هي مش بتتفاعل مع الاكسجين جامد، يا اما بستخدمها كمان في الكاتنج، ان انا بستغل الفليم اللي طالعه دي، لان الاوكسيدايزنج فليم بتبقى سرعته عاليه جدا وبتبقى حجمه صغير، فبقدر استخدمه كمان في القطع، ان انا بستخدم اللهب ده واقطع بيه البارت بتاعي. تمام. في اي سؤال او اي مشكله في الاوكسيستيلين ويلدنج؟ هو معلش بس، هو الفيلم بتتكون ازاي اصلا؟ يعني الستيلين بيطلع مع اكسجين ازاي؟ فين الفيلم في الموضوع؟ دلوقتي ما ايه بقى ناقصك حاجة صح؟ في حاجة، يعني في حاجة ممكن تطلع الفيلم في نفسها؟ في حاجة اسمها بقى المثلث الحريق، ده اللي هو بيقول لك ان اي نار في الدنيا محتاجة 3 عناصر عشان تتكون. ايه هم؟ فيول واكسجين، وايه الحاجة التالتة تفتكر؟ مش عارف بصراحة. سبارك أو شرارة. طالما عندك شرارة هتقدر تبتدي النار. فهو ده اللي بيحصل، إن إحنا في الأول خالص لو إحنا فتحنا أو في الأول بنفتح الأكسجين وبنفتح الأسيتيلين كويس، وبيطلعوا الاتنين من التورش، بس ما بتلاقيش نار. طب إمتى تبتدي النار؟ أول ما تلاقي الراجل، هتشوف الكلام ده في الورشة، هيقوم مطلع الولاعة ويقوم مولع قدام الطرف بتاع التورش. اول ما يولع خلاص عمل الشراره، مسكت في الاسيتيلين مع الاكسجين مع بعض، هتبتدي تطلع لك نار بشكل مستمر. خلاص كده اقنعتك شويه ولا ايه؟ تمام كده. تمام. طيب مين تاني عنده سؤال في الاوكسي اسيتيلين والدي؟ تمام. طيب نيجي للنوع الثاني اللي هو اسمه الكتريك ارك ويلدنج. ده بيولد تمبريتشر، انا في الاخر عايز هيت سورس يطلع لي طيب تقريبا هو كان فصل عندي لحظة ورجع كده. الناس سامعين؟ سامعين حاجة يا باشمهندس؟ الصوت وصل لكم يا شباب؟ نعم؟ نعم بس. تمام. طيب دلوقتي قلنا ان احنا لما اتكلمنا ان احنا في الاخر مشكلتي في الفيوجن ويلدنج ان انا عايز اطلع مصدر للهاي تمبريتشر، يعني حاجه درجه حرارتها عاليه بحيث ان هي تبقى كفايه انها تسيح الطرفين بتوع المتل. تمام. فالطريقه الاولانيه اللي طلعت لي من الاوكسي اسيتيلين ويلدنج اللي هي فليم او لهب. طب الالكتريك ارك ويلدنج بيتولد ازاي؟ بيجي يقول لك لو انا عندي في اي حاجه في الدنيا بقى طرفين، تمام، او تو بولز، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، ووصلت البوتنشال ديفرنس ما بينهم ان هي تبقى عاليه قوي، يعني فولتج بتاع ما بينهم عالي جدا،
تمام، وقربت التو بولز دول من بعض المسافه صغيره قوي، بيتكون عندي حاجه اسمها الالكتريك ارك او شراره كهربا صغيره كده درجه حرارتها عاليه جدا. فهي دي النظريه اللي انا بستفيد بيها عشان خاطر اقدر اعمل الايه الويلدنج بتاعي. طيب انا بستفيد بقى من الكلام ده ازاي او بطبقه ازاي فعليا؟ قال لك هنقوم جايبين السلايد باينه، اتمنى اهو، هنجيب جنريتور مصدر كهرباء كانها بطاريه، تمام، بس طبعا هي مش بطاريه قوي عشان اقدر اطلع الايه البوتنشال ديفرنس الكبير بتاعي. لسه انا مش عارف ايه موضوع الشاشه اللي بتثبت دي. طب وكده لسه زي ما هي. برضو لو يمكن لو حضرتك بتختار الشاشة اللي بيظهرها، هو بيظهر الشاشة اللي حضرتك كنت مشغلها في الأول بس، أما بعد كده لو شغلت حاجة تانية مش بيظهرها. بس لا أنا مختار هي نفس الحاجة. طب استنى كده، هذا هي كده رحت خلاص. طب استنى كده ظهرت. هو حضرتك عايز تجيب السلايد اللي كنت فاتحها ولا حاجة تانية؟ آه كده أنتوا شايفينها ولا مش شايفينها؟ اه شايفينها. تمام. طيب نبص بقى اهو، ادي الالكتريك ارك ويلدنج، ان انا عندي دي سي جنريتور او ريكتفاير، هو سورس كهرباء كانه بطاريه، بس طبعا مش بطاريه قوي عشان اقدر اطلع البوتنشال ديفرنس الكبير اللي انا عايزه. واجي اطلع ادي السلك بتاع الارضي بتاعي او النيجاتيف بتاعي، فاقوم مخليه اربطه بالورك بيس، تمام كده. فكده الورك بيس كان الورك بيس كلها او الاثنين ورك بيسز اللي انا عايز الحمهم في بعض، لان في الاخر هما الاثنين اللي عايز الحمهم في بعض، حطيتهم على ترابيزه ميتال برضه، فلما اوصل النيجاتيف بالترابيزه يبقى انا كده خليت التو بارتس اللي انا عايز الحمهم في بعض الاثنين نيجاتيف، تمام، او اللي احنا بنسميه ارضي. نيجي بقى الالكترود الثاني اهو، بوصله بفيلر واير، بوصله بسلك كده من الميتال، تمام، عشان اقدر اسيحه برضو معاه. فلما اقرب الالكترود البوزيتيف ده بالسلك اللي عليه للتو بارتس اللي انا بلحمهم في بعض واقربهم للمسافه القليله قوي، ساعتها هيعمل لي الالكتريك ارك اللي درجه حرارته عاليه جدا، فيبتدي ان هو يسيح لي الطرفين ويسيح لي الفيلر واير، واعمل عمليه الايه الويلدنج زي ما انا عايز، تمام. فيها مشكلة شرح الالكتريك ارك ويلدنج؟ في حد مش فاهم بتتم ازاي؟ معلش ممكن اخد جزء فيها تاني بسرعة، اللي هو من اول فين؟ يعني هو دلوقتي انا عرفت ان ده بيطلع تقريبا نيجاتيف والترابيزة نيجاتيف فبيسخنها حاجة كده. احنا قلنا ان هو لو انا جبت اي بوزيتيف ونيجاتيف والفرق بينهم كبير وقربتهم من بعض المسافه قليله قوي بيطلعوا لي الالكتريك ارك دي، فانا بعمل نفس النظريه، انا خليت التو بارتس اللي انا هلحمهم نيجاتيف لاني وصلت النيجاتيف السلك النيجاتيف بالفيشه النيجاتيف دي فيهم، البوزيتيف خليته في سلك واير لحام، يعني جبت واير سلك ميتال من ستيل مثلا ووصلته بالبوزيتيف بتاع الجنريتور ده، فلما اقرب السلك ده اللي هو الفيلر واير يعني جامد قوي من التو بارتس هيعمل لي الالكتريك ارك اللي قلنا عليه، فيسخن ويسيح وبعد كده ابتدي اعمل الويلدنج بتاعي. تمام، فهمت حضرتك. تمام. طيب ما لو انا عايز احمي منطقه اللحام عموما عندي طريقتين، عندي حاجه اسمها الفلكس، الفلكس ده باودر ببقى مغطي بيه الفيلر رود ده او الفيلر واير اللي احنا اتكلمنا عنه، السلك اللحام اللي انا بسيحه، سواء بقى في الاوكسي اسيتيلين او في الالكتريك ارك ممكن استخدم الموضوع ده، ان هو يبقى الفيلر واير او السلك ده متغطي ببودره كده لازقه فيه اسمها فلكس. الفلكس ده لما بيسيح
او بيتعرض لحراره عاليه بيتحول لسحابه، بيكون سحابه كده فوق منطقه اللحام. فلما تبص على منطقه اللحام وهو شغال تحس في سحابه كده لونها ابيض او رمادي شويه فوق المنطقه دي. دي بتبقى وظيفتها دي بسبب الفلكس المساح، فبيحمي ان اي اكسجين او اي تراب او اي حاجه من الجو تدخل في منطقه اللحام دي، لانه متل سايح، انا مش عايز اعرضه لاكسايد، مش عايز يكون اكسايد ولا عايز اي تراب ايه يدخل له جوه. فعشان كده ده الطريقه الاولانيه اللي انا بحمي بيها منطقه اللحام. الطريقه الثانيه حاجه زي الميج بنسميها متل انرت جاز ويلدنج، ده نوع من انواع الالكتريك ارك ويلدنج. الفرق ان انا بدل ما بحط الفلوكس ده، لا ده انا بطلع انرت جاز. عارفين الانرت جاز اللي هو الغاز الخامل ده زي الهيليوم والنيون والارجون والكلام ده اللي هي ما بتدفعتش مع حاجه خالص، فبقى مغطي منطقه اللحام كلها بالهيليوم ده او بالارجون ده بحيث ان هو يمنع اي اكسجين من الجو ان هو يتفاعل مع الماتر. ودي بستخدمها في حمايه زياده لما يبقى عندي الماتيريال بتاعتي اكتر عرضه ان هي تكون اوكسيد. تمام، في مشكله في موضوع الويلد زون بروتكشن ده؟ هو حضرتك قلت تاني طريقة ايه؟ تاني طريقة اللي هي الميج ميتال انرت جاز ويلدنج، ان انا بجيب انرت جاز واضخه في منطقة اللحام، فيبقى هو بيحمي لي المنطقة دي ويمنع اي اكسجين كمان ويجي، لان الانرت جاز ما بيتفاعلش مع حاجة خالص. وصلتك ولا ايه؟ اه تمام. تمام، طيب مين تاني عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام، طيب نيجي بعد كده عندنا السبوت ويلدنج. السبوت ويلدنج نوع من انواع الريزيستنس ويلدنج بقى، اللي هم انا ما بسيحش، لا ده هي بعمل نقطة لحام واحدة بس، بجيب التو الكترودز اهم، ده كل واحدة برضو واحدة متوصلة بوزيتيف واحدة متوصلة بنيجاتيف، ودول التو شيتس اللي انا عايز احمهم في بعض. فبدوس على زي زرار يضغط التو الكترودز دول في بعض جامد قوي، فيعمل لي البريشر اللي يضغط الاثنين في بعض، وفي نفس الوقت برضه فرق البوتنشال ديفرنس يسخن لي شويه بس التو بارتس، فمع الضغط تلاقيهم مسكوا في بعض ويعملوا نقطه لحام واحده، يعني ما بتبقاش بقى خط لحام او كده، لا هي نقطه في مكان واحد. في فكره شبهها شويه اسمها السيم ويلدنج، ده انا برضه بدل ما اخلي الالكترودز دي سيلندر صغيره كده، لا ده انا بخليها دايره كامله وبتلف. فطبعا لما تلف وتعمل بريشر فهتحرك لي الورك بيس، وبالتالي هتعمل لي خط لحام كامل بنفس نظريه الريزيستنس ويلدنج اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام، في حد عنده سؤال في السبوت ويلدنج والسيم ويلدنج؟ تمام، طيب ده كده برضو كان بالنسبة لي الويلدنج. فكده احنا النهاردة اتكلمنا عن البالك فورمينج واتكلمنا عن الويلدنج، طبعا برضو دي بتبقى انتروداكشن، والحاجات دي كلها هنشوفها بالتفصيل في الورشة ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده. تمام، في حد عنده اي سؤال النهاردة؟ تمام، اشكركم جدا ونتقابل كمان اسبوعين ان شاء الله. مع السلامة.